هنا. رجل تزوج امرأة وفي ساعة غضب بينه وبين أمه، يعني الزوج ووالدته، فالأم دايما في شجار مع الزوجة، فأقسم على حلف بالطلاق إن هو زوجته مدت في البيت هذا اليوم، فهل هذه تحسب طلقة؟ يعني قال علي الطلاق. نعم، قال أن لا تبيت زوجتي الليلة في بيتي. نعم، لهذا ليس بطلاق، هذا يمين، لأن مراده بقوله علي الطلاق أن لا تبيت، مراده توكيد منعها من البيات. طيب هي باتت بالبيت، يعني هو حلف هذا اليمين وباتت بالبيت، إذا باتت عليه كفارة يمين، يعني أن يطعم 10 مساكين وليس عليه طلاق. يعني لا تحسب طلقة هذه؟ لا تحسب طلقة، إن هذا اليمين. نعم، لو قال أنا أردت الطلاق، ما قصدي بذلك التأكيد، قلنا تطلق، لكن هو أراد التأكيد. نعم.